وصلنا الآن إلى الدرس 26 من هذا الكورس المميز، ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم again، again، again. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. Get ready, write all the phrases. اكتب جميع العبارات. So you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and say after me 5 times aloudly. أما الآن فاضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. كلمة again لديها مجموعة من المعاني وهي مرة أخرى أو ردا على أو ثانية. ركز، اكتب وكرر العبارات بصوت مرتفع. المثال الأول: She got up and then sat down again. نهضت وجلست مرة أخرى. المثال الثاني: It was great to meet old friends again. كان من الرائع مقابلة الأصدقاء القدامى مرة أخرى. It was great. It was great. It was great to meet old friends again. It was great to meet old friends again. مرادفات هذه الكلمة: كلمة again, in addition, in addition, in addition, furthermore, furthermore, علاوة على ذلك. Another time, وقت آخر. Another time. Additionally, additionally, أضافة. أضافة. والآن وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة وهذه الكلمة. تابعونا في الحلقات القادمة وانتظرونا في الاختبار بعد أيام قليلة من الدرس 21 إلى الدرس 30 أيضا، وتابعوا جميع الحلقات السابقة في أسفل هذا الفيديو، سوف أضع لكم الرابط بإمكانكم مشاهدة الحلقات من أول حلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.